بداية أريد كذلك أن أبدأ بتوجيه تهنئة لكم على تواجدكم بداية، ولكن كذلك على العمل الذي قمتم به والذي قمنا به جميعا في إطار من التماسك وفي إطار من التلاحم، ولم يسمع لحد الآن والحمد لله، وهكذا ستسير الأمور كما أكد ذلك السيد رئيس الحكومة، ولم يسمع على هذه الأغلبية أنها وقعت في خلاف عميق أو أنها تطاحنت فيما بينها أو أنها من داخل البرلمان عرفت مشادات في قضايا، ولو أن كانت هناك قضايا خلافية في بعض الأحيان، لكننا عرفنا جميعا وعرفتم كيف تدبرون هذا الأمر بحكمة بتبصر، وهذا يحسب لهذه الأغلبية. أريد كذلك بدوري أن أعود ولو بسرعة إلى مضمون الخطاب الملكي الهام الذي ألقاه صاحب الجلالة أمام غرفتي البرلمان بالأمس، لأقول بأنه فعلا وهكذا تصورنا دائما السياسة في حيث التقدم الاشتراكية، السياسة أخلاق، وإذا أردنا فعلا أن نسمو بهذا الوطن إلى ما يستحقه علينا أن نكون نحن بداية في هذه الأغلبية وربما في باقي المكونات السياسية المشهد السياسي المغربي، علينا أن نكون في مستوى ما يستلزم هذا الوطن من تضحية ومن سمو في تعاملنا ومن التزام بأخلاق السياسة ومن التزام بضوابط السياسة. وفي ذلك أعتقد أن علينا أن نواصل المشوار وأن نقوي أكثر الصورة التي من الضروري أن نعطيها للممارسة السياسية في بلادنا، وأكدنا ذلك مرارا حتى تكون السياسة فضاء لخدمة الوطن، فضاء لخدمة قضايا هذا الشعب، فضاء لتبادل الأفكار ولمقارعة هذه الأفكار والبرامج، وليس فضاء لأشياء أخرى. وفي هذا الاتجاه ربما أننا سندخل فترة ستتميز بالانتخابات، والانتخابات قد تجر البعض إلى بعض الممارسات التي رأينا جزء منها في الفترة الأخيرة. لذلك علينا نحن كمكونات للأغلبية أن نقدم لشعبنا صورة مغايرة، صورة تتطابق مع ضرورة أن تسود فعلا الأخلاق في السياسة، وأن نقدم المصلحة العامة ومصلحة الوطن العليا على كل اعتبار. لذلك في الترفية التي نحياها، وتطرق إلى ذلك إخواني في هيئة رئاسة الأغلبية، في الترفية التي نحياها علينا أن نعي بأن هناك منطلقات، وبأنه لا يجب أن ننسى من أين نأتي، وكما قال صاحب الجلالة بالأمس إلى أين نسير، بمعنى أنه الظرفية أو الحسابات المرتبطة بالساحة السياسية الضيقة لا يتعين أن تنسينا بأننا نسبح في فضاء دولي وفضاء إقليمي تطرق إليه الأخ صلاح الدين مزوار، وأشاطر كل ما قدمه على هذا المستوى. شيء ما خصناش نساو، خصناش نساو أبدا، خاصة نحن اللي موجودين في الأغلبية، أن إلى جانب صاحب الجلالة الصاهر على التوجهات الكبرى لهذا البلد، الحكم كما ينص على ذلك الدستور، رئيس الدولة، إلى جانبه هذه الأغلبية، هذه الحكومة عليها أن تكون صاهرة على ضمان أن يواصل هذا البلد السعيد مشواره في الطمانينة وفي ظل الاستقرار بداية. هذا مسألة من مسؤولين نحن قبل غيرنا، وحتى إذا أراد البعض أن يسير بنا إلى أمور تافهة أخرى، أعتقد أن علينا أن نتجاوز ذلك وأن نحافظ على التوجه. ثم هناك منطلقات مرتبطة بكون أن هذه الأغلبية ولو عرفت التغير
ساهم والحمد لله في ضبط استقرار هذه الأغلبية أكثر وقواها، وهذا بشكل موضوعي من خلال التحاق الإخوة في التجمع الوطني الحرار بهذه الأغلبية. هناك منطلقات، هذه المنطلقات هي التي حددناها في سنة أو بعد سنة صعبة وهي سنة 2011، واعتماد دستور جديد، والدستور الجديد يحتم على هذه الأغلبية أن تكون في مستوى هذا الدستور الجديد من خلال كل المبادرات والإصلاحات التي قمنا ببعضها والتي علينا أن نواصل القيام بالبعض الآخر شي ما ننسواش. ففي كل ما نقوم به علينا أن نكون تلك الأغلبية التي تصل إلى هذا المستوى من الرقي اللي يجعل أن هذا البلد الأمين بعدما عرفه على غرار بعض الدول الأخرى العربية أساساً، بعدما عرفه ما عرفه من تعبيرات شعبية مختلفة، عرف كيف أنه يجمع هادشي كامل في دستور صوتنا عليه جميع، وكان محط إجماع، ولكن وضع كما يقول الفرنسيون وضع العتبة عالية جداً لابوزي لابواغ تخيو بالنسبة لبلادنا. وبالتالي هذه الأغلبية ما خصهاش تنسى بأنه راه عليها أن تكون في مستوى هذا الدستور وفي مستوى التحديات ديال هذا الدستور، وأنها لا تشرع أو لا تتحمل المسؤولية التنفيذية فقط لها وللخمس سنوات اللي غتواصل إن شاء الله، ولكن أنها تقوم بعمل يندرج في أفق على الأقل المدى المتوسط إن لم يكن المدى البعيد، بمعنى أنه خصنا مع ذلك نكون منفتحين. عسى أنه عندما تريد أن تمارس الحوار وعندما تريد أن تمارس التشاور، وعلينا أن نمارس الحوار وأن نمارس التشاور في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولكن عندما تريد أن تقوم بذلك قواعد الدنيا والأخلاق السياسية تستلزم أن يكون هناك طرفان للقيام بذلك، وأن يلتزم الجميع بالضوابط الدنيا في إطار الاختلاف وفي إطار مواجهة الأفكار والبرامج، ولكن في إطار الاحترام والتقدير المتبادل. ولذلك علينا أن نواصل خاصة في مواضيع أساسية أذكر منها القوانين التنظيمية. لماذا؟ لأن القوانين التنظيمية موضوعة عشان الحكومة عبد الإله بكيران، قوانين التنظيمية موضوعة من أجل تكميل الدستور اللي صدقنا عليه جميع، واللي هو الدستور اللي غيسود في هذا البلد لمدة عقود، يمكن يتطور، يمكن بعض الجوانب تصلح فيه، ولكن لا أعتقد أن الظرفية يمكن أنها تأتي بنا بعد سنتين أو ثلاثة بواحد الدستور أو ثاني آخر اللي غنعاودوه كامل. فبالتالي هذا الدستور ما معمولش غير لهذه الحكومة، معمول كذلك للحكومات اللي جاية، وفي ذلك هذا أمر لا يحتمل المزايدات في قضايا أساسية. لبعض من هذا الوزنان، البعض الآخر يتعين أن يأتي، لأن بقي لنا سنتين، وصاحب الجلالة بالأمس أكد بأن علينا أن ننهي من هذه القوانين التنظيمية. المسألة الجهوية مطروحة، وأعتقد أنه علينا أن ندبر هذه المسألة بكثير من الحكمة وبكثير من التبصر، ولكن في نفس الوقت وهو الأمر الذي يسري بالنسبة كذلك للقوانين الانتخابية الأخرى الجهوية، فيها جانبين، فيها جانب مرتبط بالمؤسسات وجانب مرتبط بالتدبير، ولكن هناك كذلك جانب مرتبط بالانتخابات. وما تبقى من القوانين، أي القانون التنظيمي للجماعات والقانون التنظيمي للأقاليم والعمالات، هي قوانين اللي من الضروري بداية، لما أقول أنه علينا أن لا ننسى المنطلقات، هي بداية قوانين يتعين أن تكون في مستوى الدستور
في مستوى ما يستلزمه الدستور. وأقول لكم وعلينا والأغلبية قررت ذلك، وهناك اجتماع سينعقد يوم الثلاثاء، علينا أن نجعل أن نتعامل قبل عرض حتى هذه القوانين على الحكومة وقبل عرضها بعد ذلك على البرلمان، علينا أن نعمل على تجويد هذه القوانين وأقف عند هذا الحد حتى فعلا نكون نحن بداية في مستوى ما يستلزمه هذا الدستور. لكن في نفس الوقت في ظل المسؤولية وأخذ بعين الاعتبار الواقع الذي لا يرتفع بالنسبة لقضايا جوهرية ذكر منها البعض صاحب الجلالة عندما تكلم على النخب وعلى دور النخب في مجتمعنا، هناك قضايا أخرى لكذلك ستطرح والتي لا تحتمل المزايدة، وإلا قد نهدد باستقرار هذا البلد وربما قد نحدث بعض المشاكل الجمة. أذكر على هذا المستوى القانون التنظيمي، حنتك انت كان خصك تسبقني في هذا القانون التنظيمي ديال الأمازيغية اللي حقيقة ملزم علينا أنه يطرح لأنه كيدخل في إطار القوانين التنظيمية، وخصو يجي وخصنا نوجدو كيفاش نناقشوه وكيفاش ندوزوه دون السقوط في أي مزايدة اللي مش أنها تنصف بالمسلسل بكامله. وكنت أريد أن أقول بالنسبة للجهوية نفس الشيء، لأن إذا دخلنا في نقاش من داخل هذه القاعة وربما في النقاش اللي غيكون فيما بيننا من بعد يمكن ندخلوا في أمور مرتبطة بالتقطيع وغير ذلك، غير هذه بوحدها خصنا فيها كثير من التربوي ومن الحكمة باش من، لأن في داخل أنا البارح كان عندنا اجتماع ما نخفيش عليكم ديال الفريق ديالنا، في وسط الاجتماع ديالنا ديال الفريقين فريق البرلماني في نفس الاجتماع كان هناك فرق فيما يتعلق وخلاف فيما يتعلق، واعتقد ان الجميع عنده هذا المشكل هذا، وبالتالي خصنا نشوفوا كيفاش نعالجوا هذه القضايا. لذلك هناك هذه التحديات اللي من الضروري انه نعرفوا كيفاش نواجهوها، وهذا الامر يستلزم اننا نزيد نقويو ما هنأتكم عليه وما هنأكم عليه السيد رئيس الحكومه، اي التماسك اي التنسيق من داخل الفرق ديال الاغلبيه، ولكن كذلك بالنسبه لنا على مستوى هيئه الرئاسه ديال الاغلبيه لنواجه كل هذه التحديات. يتعين ونحن نوجد في هذه الوضعيه السيد رئيس الحكومه، نعاود نطمئنكم من هذا المنبر هذا، يتعين ان نفتخر بما قامت به هذه الحكومه الى يومنا هذا في ظل ظروف صعبه. مرحبا يا سيدي، اراك و فيتعين أن نفتخر بذلك، لكن يتعين كذلك أننا نضبطوا هذ العامين اللي بقي نضبطوهم مزيان فيما يتعلق بما هو مطروح علينا وفيما يتعلق بالعملية الانتخابية، لكذلك أقول ذلك خصنا نعرفوا كيفاش حتى إلى ما وصلناش لمستويات متقدمة على مستوى التنسيق سنعرفوا كيفاش أن هذا الأمر ما يأثرش على تماسكنا، لأن في ظل الانتخابات علينا أن نواصل العمل في المبنى وما ننساوش هذا الأمر، بمعنى أنه على مستوى محلي قد تكون هناك بعض مستوى المحلي في بعض الأحيان عنده منطق دياله اللي ماشي بالضرورة المنطق ديال المستوى الوطني، فهذا الأمر كذلك علينا أننا نضبطوه على جميع المستويات. أخيرا أريد أنني نقول بأن أمامنا وأنا داخل القاعة أحد الصحفيين في هيئة عمومية توجه لي وقال لي إيوا هادشي ديال التقاعد، إيوا دابا حنا اللي خدمنا هاد السنوات كاملة
كيف لنا أننا نضحيو وندوزو 2% عوض 2.5%؟ فقلت له هذا ما موجودش، هذا ما كاينش. صح، كل ما هو مكتسب وكل السنوات المكتسبة سوف لن تمس إلى وقت الإصلاح. بالطبع إلى وقت الإصلاح. فبالتالي علينا أننا في هذه النقطة بالذات، وأهنئكم السيد رئيس الحكومة على طريقة باش عرضتوا الموضوع من هذا المنبر، أي أن هناك من جهة جرأة إرادة قويتين من أجل أن يكون هذا الإصلاح، ونحن معكم في ذلك، وفي نفس الوقت إرادة إلى الاستماع من أجل أن هذا الإصلاح يتم في ظروف اللي يجعل أننا نخلق حوله واحد الانخراط أوسع ما يكون، أوسع ما يكون. وفي ذلك رغم ما يمكن أن يحدث في الساحة النقابية، علينا كذلك أن نوفر شروط الحوار على الأقل مع من يريد أن يتحاور معنا بشكل جيد، وعلينا أن نراعي في هذا الإصلاح ضرورة أن الفئات المتضررة أكثر أنها ما تعانيش أكثر في المستقبل، لأنه في ذلك هناك التزام لهذه الحكومة، وهناك المنطلقات اللي مشينا منها، ولا من هذه المنطلقات مقومات العدالة الاجتماعية والإنصاف اللي هي كذلك أساسية. وأعلم أن هناك حرص، وقلت ذلك من خلال الحرص على تلطيف أقصى ما يمكن هذا الإصلاح. فعلى بركة الله نتمنى أننا نوصل هذا المشوار، وأننا فيه غننجحوا جميع، وشكرا لكم.